السلام عليكم. حرب الشائعة والصورة أداة أخرى من أدوات حرب الميليشيا ضد الوعي الجمعي. ما شاهده الرأي العام من تداولات لشائعات وصور تتكرر ذاتها دون ما إضافات، وتعيش في ذهنية شائعات الحرب الباردة ونفسيتها. دبلجة الصورة وأخذها من المواقع وتداولها وتناولها ونصبها لخصوم سياسيين بطرق تفتقر لأدنى حد من أخلاقيات المهنة، ولا تراعي حتى الحد الأدنى من المشاعر الإنسانية، لكنها تبحث عن جهة سيئة للتشويه، وهي بذلك تعمل على تشويه شعب بأكمله لا تزال لديه قيم إنسانية ومشاعر وئام عصية على التشويه. في عصر الصورة الرقمية والتدفق المعلومات الهائل والتحليل كما يقول المتابعون، تتعثر الصورة والكلمة المشوهة أمام سيل الحقيقة التي يحملها الباحثون عنها. الصورة المدبلجة يمكن تفنيدها بمنتهى السهولة بإبراز تاريخ نشأة في أماكن خارج اليمن تم نشرها من مواقع خارجية، والسؤال الذي يطرح نفسه: من المستفيد من نشر هذه البشاعة وتلويث المزاج الشعبي من دون ما الالتزام بالحد الأدنى من المعايير الأخلاقية قبل المهنية؟ لماذا يتم اللجوء إليها كلما حصل تقدم على الأرض للمقاومة؟ ولماذا يلجأ المهزوم عسكريا في الميدان إلى هكذا أسلوب؟ أم أن هذا الأسلوب من أساليب حرب الشائعات والصورة فقد أهميته وأصبح موضة قديمة من حروب منتصف القرن؟ وهل الوعي الشعبي محصن لدرجة أنه لم يعد بمقدور أحد التلاعب في وعي الناس والتلاعب بعواطفهم بمثل هذه الصور البشعة؟ وماذا عن التعامل مع أسرى الحرب بناء على المواثيق الإنسانية؟ وما أثر تلك الشائعة على نفسية الأسرى وأهاليهم وذويهم؟ نناقش هذه الأسئلة وغيرها في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، ولكن مشاهدينا دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ولا حد شيء لك حاجة يا ولا تخاف. يصرخ الطفل فيطمئنه شباب المقاومة في تعز أنه في مأمن ولن يصيبه مكروه. بسنواته العشر يبكي بعد أن دفعت به ميليشيا الحوثي لجبهات الحرب ومنحته السلاح ليقاتل كغيره من الأطفال الذين تزج بهم الميليشيا في جبهات القتال. لا تبكيش ولا شكرا مكسي. لكن الحكاية لم تنتهي هنا بل تبدأ، إذ سرعان ما ذاع خبر مقتله مع والده على يد المقاومة، وسر الخبر مسر النار في الهشيم. 14/3/2016 اسمي أحمد منصور محمد علي أحمد الفقيه. ولكن الصورة الأخرى تأتي لتدحض كل ذلك وتثبت أن جبهة أخرى تقوم بها الميليشيا في حربها ضد اليمنيين. حرب الإشاعة وتشويه صورة المقاومة من خلال الصور والتسجيلات المفبركة. تم إلصاق صورة للطفل سقط قتيلا بشظية قذيفة أطلقتها الميليشيا فأصابته في عنقه. صورة أخرى على أنها لوالد الطفل تم جلبها من أحد المواقع الفلسطينية. هذه الصورة لطفل يمني يتكئ على بقايا منزله الذي فجرته ميليشيا الحوثي بمديرية أرحب. التقط الصورة المصور نبيل الأوزري، تسوقها الميليشيا أمام العالم على أنها لطفل يمني من ضحايا الغارات في معارض صورها، حيث تسعى الآلة الإعلامية للتحالف الإنقلابي خلال الحرب لنشر الإشاعات والصور المضللة والخادعة، سواء لتشويه المقاومة أو لتسويقها أمام الرأي العالمي، وليس أقل من ذلك تسويق معاناة أهالي تعز جراء حصار الميليشيا عليها مدعين أنها من حصار التحالف. تعمل الأجهزة الإعلامية بصورة ممنهجة على تشويه صورة المقاومة عبر سيل من الإشاعات ووسائل الحرب النفسية ومحاولات تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق وتشويه الواقع، إلا أن البعض يرى أنها أصبحت محاولات فاشلة ولم تعد مجدية كثيرا في زمن الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا وعصر الفضاء الإلكتروني متعدد المعلومات والمصادر الذي أفقد الشائعة فاعليتها. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة ينضم معنا الصحفي غمدان اليوسفي من جنيف. مساء الخير أستاذ غمدان، طبعا عبر سكايب. أهلا وسهلا، مساء النور. بداية أستاذ غمدان، حرب الصورة والشائعة أيضا كيف تقرأه، خاصة أنه يأتي دائما بعد انتصارات تحققها المقاومة؟ لن ننسى طبعا ما حدث أثناء التحرير الجزئي لتعز في الفترة الماضية قبل 6 أشهر تقريبا، وما حدث الآن في تحرير الجبهة الغربية.
على ما يظهر أن هناك ترتيبات دائما، يعني هناك تجهيز كامل لمرحلة ما بعد تحرير كل منطقة من المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات، سواء في تعز أو في غيرها من المناطق، لإظهار المقاومة بهذه الصورة البشعة. الأسوأ من ذلك أن يتم التجاوب من يعني مع هذه الفبركات الإعلامية، سواء يعني وصل الأمر إلى تجاوب حتى قيادة مقاومة تعز التي أصدرت بيانا تدين فيه ودون أن تتأكد حتى من مصداقية ما نشر. يعني في النهاية إذا ركز الجميع أن هناك صور تنشر، وسواء صور متحركة أو صور فوتوغرافية، كلها لم يتم التركيز على مكانها، على منطقة، حتى على الأزياء أو الملابس التي يرتديها الأشخاص المعنيون بهذا الأمر، كما حدث في الفيديو الذي يتحدث عن مسألة السحل في مدينة تعز. حتى هذه اللحظة لا أحد يستطيع أن يجزم أن هذا الفيديو إما هل هو في محافظة تعز أو هل هو حتى في اليمن، يعني لكي يدور النقاش بكل تلك يعني الطريقة وبكل تلك البشاعة من قبل المثقفين ومن كانوا يساندون الميليشيات أو ما زالوا يساندون الميليشيات المسلحة، ويتحدثون بهذه اللغة اللا أخلاقية. أولا هم يريدون يتحدثون عن أخلاق المقاومة، وهم أساسا يعني يتحدثون عن لا أخلاق يعني في منطقهم أولا، قبل خصوصا حتى منهم الصحفيين الذين ينجرون إلى هذه. هناك صحفيين نحترمهم، ولو اختلفنا مع منطقهم، مع توجههم، مع وقوفهم مع هذه الميليشيا، لكن من يعني من قلة الاحترام أن يقوموا يعني بزعزعة أخلاق المجتمع من خلال التجاوب وراء هذا التشويش الأخلاقي المجتمعي، يعني الأخلاقي الذي يشوه صورة المجتمع، سواء اليمني نتحدث عن المقاوم سواء في تعز أو المقاوم في صعدة. أنا أستكثر على نفسي أن أتحدث أن 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 يعني الميليشيات ارتكبت شيئا لم ترتكب. يعني في النهاية هناك صور واضحة تظهر للعلن، وهناك استنكارات حتى لما يحدث من قبل طائرات يعني التحالف أو ما، فالناس يعرفون ويدركون مدى. لكن أن تصل إلى مرحلة تطلق على يمنيين داعشي أنهم داعشيين، وتنشر صور أنهم يذبحون أطفال، يعني أتحدث عن مدير تحرير صحيفة يعني رسمية كمدير تحرير صحيفة 26 سبتمبر ينشر مثل هذه الصورة البشعة ويقول أن المقاومة ارتكبت، وهو يدرك أن من قريته ومنطقته وهناك شباب من قريته ذهبوا ضحية يعني لهذه الأعمال البشعة التي يرتكبها الحوثيين في محافظة تعز، ينجر إلى هذا العمل اللا أخلاقي طيب بترويج هذه يعني الصور. نعم. طبعا مع استنكارنا لكل ما يحدث بداخل هذه الصور أو الفيديوهات، ولكن يعني هناك تصرفات بشعة، ولكن الأبشع منها أيضا إلصاقها بخصم سياسي أو يعني في أرض المعركة حتى يتم تشويه صورته أمام المجتمع، أو حتى يصدق المجتمع أنه أن ذلك الطرف يحارب الدواعش. فعلا ما خطورة نشر مثل هذه الصور البشعة دون يعني مراعاة حد أدنى لأخلاقيات وقيم المجتمع وأيضا لأخلاقيات المهنة، خاصة كما تحدثت أن هناك صحفيون انجروا لمثل هذا الأمر؟ يعني أولا المسألة كما تحدث أنها مرتب لها مثل هذه الأعمال يتم الترتيب لها، حتى نلاحظ أن السرعة الفائقة في نشر مثل هذه الأمور تتم حتى قبل تطهير، يعني قبل الانتهاء من تطهير بعض المناطق يعني يتم نشر مثل هذه الصور. يعني الأمر معد له سلفا، هو يضع تشويش يعني أخلاقي في وسط المجتمع لفترة معينة، لكن ما أن ينقضي الأمر يعني لساعات حتى تتضح الصورة كما حدث. يعني هل هناك مطابخ معينة تستعد لمثل هذه الأفعال أستاذ غمدان؟ لو تحدثنا عن هذه المطابخ، أعتقد أننا ندرك هذه المطابخ حتى من العام 2011، يعني منذ يعني كان المعتصمون في ساحة التغيير، تلك الإشاعات التي كانت تخرج من ساحة التغيير، أعتقد يعني الجميع عرف بها، واتضحت في النهاية الصورة أن كل هذه كان مجرد تشويه. يعني ظهر رئيس الدولة بكله في لحظة كان لا زال رئيسا
دستوريا يتحدث عن منطق لا أخلاقي يتهم فيه شباب التغيير أنهم يرتكبون جرائم لا أخلاقية، وهذه أعتقد لا ينساها أحد حين تحدث فيها في أمام جمع من مناصري في ميدان السبعين. يعني كانت هذه المسألة ربما يعني هي في مقدمة الدعوات لنشر مثل هذه الإشاعات في أوساط من يعارضونه، صح. وبالتالي سرى الأمر تلقى يعني تدريجيا على هذه على هذا المنطق، على هذه الأخلاق، سرى تدريجيا من قبل الجيش الإلكتروني الذي كان يسميه علي عبد الله صالح الجيش الإلكتروني، وهو أعلنه رسميا والتقى به إذا تذكرتم هذا الأمر، التقى به في العام 2012 وقام بتكريمهم أو يعني تكريم هؤلاء المجموعة الذين يعملون معه كجيش إلكتروني ويديرون صفحاته وصفحات يعني أخرى مشوهة وصفح ومواقع وغير ذلك، هو يسميها الجيش الإلكتروني وقام بتكريمهم. نعم فقط نعم غمدا يعني فقط لنشرك معنا القيادي في المقاومة من تعز الأستاذ محمد النقيب. مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد. يعني بعد الانتصار الذي حققتموه في تعز في الجبهة الغربية تحديدا، ألصقت للمقاومة أفعال بشعة وهناك يعني صور تتهم بها المقاومة، كيف تعاملتم مع مثل هذا الأمر وما تأثيره عليكم؟ معروف وسجل الميليشيات يعني حافل باختلاق الأكاذيب وترويج مثل هذه الإشاعات المغرضة بغرض لفت الأنظار على الانتصارات العظيمة والمبهرة التي حققها شباب المقاومة في محافظة تعز، وهم يعني سجل لهم في هذا حافل، فالذاكرة الجمعية للمجتمع لم تنسى تلك الاختلاقات التي اختلقها في 94 هذا المطبخ الذي يعمل مع المخلوع والقارورة التي اختلقوها، بالإضافة إلى قطع اللسان للشاعر الذي كذا، وبالإضافة إلى ذلك دعس المسن. هناك سلسلة من هذه الاختلاقات التي يختلقها بغرض إلهاء الرأي العام عن حقيقة ما يجري، إلا أن الشعب اليمني والوعي المجتمعي قد وصل إلى حالة نضج لا يعول على تلك الشائعات ويدرك بأنها كاذبة وأنها مجرد يعني خطاب خادع ديماغوجي. هم يكذبون كما يتنفسون وهم فاقدين للمصداقية، فاقدين للمصداقية تماما. اليوم الشعب اليمني تعرض أمامه هذه الميليشيات الانقلابية، هذه الميليشيات التي ظلت بخطاب تحريضي سنينا وأعوام، وهي اليوم تتكشف للحدود عندما ظلت تروج للادعاءات وخطابات تحريضية، وفي نهاية المطاف اليوم هي مجبرة أن تنزع الألغام التي زرعتها، يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نعم، طيب محمد يعني كيف تعاملون الأسرى عندكم في المقاومة؟ بطبيعة الحال لابد في أي معركة أن هناك أسرى لديكم. نحن نتعامل مع الأسرى أسرى حرب ونضعهم بإصلاحيات تقوم بمعالجة تلك الأفكار التي أودت بهم إلى المهالك، لأن هؤلاء ضحايا لتربية مغلوطة ولأفكار غرست في الأذهان تكفيرية وتفجيرية. هذه الفكرة الظلامية التي عشعشت في مناطق شمال الشمال عرضت ذلك المحيط الاجتماعي للويلات وجعلت هذا المحيط مخزون لأطماعها، وحرصت هذه الميليشيات على أن يبقى ذلك المجتمع بعيدا عن التعليم والتنوير والأفكار الظلامية والأفكار المستنيرة، حتى يبقى الفكر الظلامي هو السائد، وحتى تظل هذه الأجيال المتتابعة مجرد عكفة لذلك الفكر الظلامي البشع. نحن نسعى جاهدين لإصلاح ذلك الفكر المعوج وتعرية ذلك تلك التعبئة الخاطئة الغير حقيقية التي تقوم على تنسيق النسيج الاجتماعي وتفكيكه وتسخيخه. هذا هو نهجها منذ إذا محمد اسمح لي يحيى بن الحسين. نعم محمد، يعني طالما أنتم تقومون بمثل هذا العمل الذي يعد عظيم بالنسبة للأسرى، لما لا يتم الحديث عن مثل هذه الأعمال؟ لما تتركون الساحة للآخر لتشويه الصورة رغم أن هناك صورة معاكسة تماما كما تتحدث؟ نحن لا نتعامل بردود فعل أستاذة، نحن لدينا خطاب مركز، لا نتعامل مع مثلها. هم يريدوا أن يجرون إلى معركة جانبية، لكننا
ما يعني واثق الخطوة يمشي ملكا. نحن نتعامل مع الشعب بحنية بمختلف أطيافه وأفراده حتى المعادي لنا. نحن ندرك بأن عدونا هو الهالك يحيى ابن الحسين وسلالته التي حملت هذه الفيروسات الدخيلة على المجتمع الحميري اليمني الأصيل. هذه الهوية التفكيكية هي خصم اليمانون بمختلف أطيافهم. قد يكون هناك مجتمع وقد تكون هناك بيئة وقد يكون هناك محيط جغرافي انخدع بهذا الفكر الظلامي التكفيري التفكيري، إلا أننا مطالبون ليس بمخاصمة تلك الأفراد وإنما بمعالجة تلك الأفكار. نحن نسعى جاهدين لتصويب الأفكار وتعديل المسارات وإبانة حقيقة هذا الفكر. هذا الفكر عدو لليمن أرضا وإنسان، هو حاقد على اليمن لأنه أتى من خارج هذه البيئة الحميرية اليمنية العظيمة. نحن لنا تاريخ عظيم من الفعل التأثير والإسهام في الخارج، فأتى لنا يحيى بن الحسين وسلالته العجنة بأفكارها الدخيلة وردت الفعل اليمني القادر والمقطاع والمؤثر والمتفاعل مع محيطه تفاعلا بناء، ردت كيد فعل الفعل إلى الذات اليمنية لنمزق بعضنا بعضا ونتراحب كما بعضنا سيقوم فيحرك قبيلة على قبيلة ومنطقة على منطقة ونطاق جغرافي على نطاق جغرافي، والخاسر الأكبر هو الشعب اليمني بمختلف قبائله ومناطقه في الشمال والجنوب والشرق والغرب. واليمانون اليوم هم أمام لحظة تاريخية لتصحيح تلك الأخطاء التي تراكمت عليهم والتي أودت بهم المحارك والتي جعلت الشعب اليمني يعيش هذه الويلات وهذه الفروق وهذه الدماء التي تشفر. طيب محمد، يعني تتحدث أنت عن سنوات من التجهيل لهذه العقول، هل تتوقع استجابة خلال هذه الفترة التي يعني هي تعد قصيرة؟ هل تتوقعون استجابة سريعة من هؤلاء الأسرى حتى يستطيعون تغيير الأفكار التي زرعت في أذهانهم طيلة هذه السنوات؟ هي تتكشف لهم الحقائق تلقائيا. هم يعبوا بشكل خاطئ بأنهم وأن مفاتيح الجنة بجيوبهم، وعندما تتكشف لهم الحقائق وتستبين لهم مجريات الأمور يصحون من غيبوبيتهم. هم يعملوا هذه الميليشيات لديها مكينة للزرع للحيلولة دون أن يفقهوا الأفراد أو المحيط الجغرافي أو يدركوا المجريات بحقيقتها. يعزلوهم عزل تام ويعملوا عملية تغذية بخطاب تحريضي مناطقي سلالي عسل، فعندما يكتشفوا بأن ليس في داعش دواعش وأننا أبناء وطن واحد وأننا إخوة وأننا نحمل الهم الذي يحملونه، إلا أن هناك نوع من الحيلولة لفهم بعضنا بعضا. فعندما نكسر هذه الحواجز وهذه الموانع نعود أخوة. وصلوا في مرحلة من المراحل أن بعض المغرر بهم في المدارس عندما اكتشفوا بأن تلك التعبئة الخاطئة لا تمثل الواقع بصلة سلموا أنفسهم وحصل نوع من الترتيب. اليوم كثير من الميليشيات وكثير من العناصر عادت إلى بلادها عندما وجدوا بأنهم يقاتلون إخوانهم وأن أبناء تعز الذين أرسلوا لهم المعلم والطبيب والمهندس والعامل والبنشري والصاحب ورشة وصاحب مكتب العقارات، كل هذه الكوادر التي أرسلت إلى تلك المناطق وجدوا أنفسهم بأنهم يبادلون الخير بشر ويبادلون الصواب بخطأ. فعندما اصطحوا واتضحت لهم حقيقة ما يجري على الأرض عادوا وهم نادمين، عادوا إلى عمران وعادوا إلى مناطق كثيرة. بعض الأبناء أتوا وإذا بهم يكتشفوا بأنهم يقاتلون المدرسين الذين درسوهم، وعندما اكتشفوا بأن المدرس الذي درس هذا الطالب والذي فقه وفكك ونمى في ذهن المعارف والعلوم عاد نادما واتصل من بني مطر يقول له بأني لن أعود إلى المدرسة ولن أعود لأقاتل أستاذي. إذن محمد النقيب القيادي في المقاومة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز ونتمنى أن تصل رسالتكم النبيلة. عودة إليك أستاذ غمدان، لو استمعت إلى حديثي مع الأخ محمد النقيب القيادي في المقاومة كنت سألته عن هل هناك تقصير من قبل إعلام المقاومة في نقل الصورة الإيجابية التي يتحدث عنها في التعامل مع الأسرى، ورد بأنهم لن يجروا إلى هذه المعركة الإلكترونية كما يعني تسمى، ما رأيك أنت؟ أنا يعني مع ما ذكره الأستاذ محمد هو ليس من مهمة المقاومة أساساً أن تدير إعلام، يعني هي في النهاية
لديها مهمة ثابتة ومعينة، هي تحرير مناطق التي تسيطر عليها ميليشيا مسلحة ويسيطر عليها قناصين يقومون بقتل الناس، وآليات عسكرية تقوم بقصف المدينة. يعني هذه المعركة المحددة في رؤوس قيادة المقاومة. ويفترض أن أعتقد أن كثير من الإعلام الذي يقوم بالعمل اليوم في الميدان هو يعني إعلام يعني عفوي عشوائي، يعني أتواصل أو تابع كثير من الشباب الذين يقومون بالتصوير، ربما هناك هواية أكثر مما هناك أداء مهمة أو عمل يستلمون مقابل، يعني كمقابل لأدائهم لهذه المهمة. يعني أجد كثير من الشباب ليسوا حتى محترفين في مسألة التصوير، لكن يريدون الاحتراف في تصوير هذه المعركة، يتسابقون على التصوير، يتسابقون على تغطية هذه الأحداث. لكن تجدي يعني مثل هذه الفيديوهات التي ظهرت، مثل الفيديو الذي ظهر في أول تقرير حين كانت المقاومة تطمئن الطفل وتقول له أنه لا تخافش، لا مش وقع بك حاجة، يعني باللهجة التعزية. فهذا التصوير هو تصوير في النهاية لشباب بالهواتف من شباب المقاومة أنفسهم، يعني وأظهروا الصورة. لكن يعني التدارك في مثل هذه الحالة كما حدث أيضا مع الفيديو الأخير الذي ظهر للطفل وهو يطمئن أهله، أعتقد أنه هذه ربما جزء من مهمة يعني قيادة المقاومة، كما حدث مع 29 طفل في مدينة عدن حين تم يعني إلقاء القبض عليهم هناك وهم يقاتلون يعني عقب تحرير محافظة عدن. تم إلحاقهم بإحدى المدارس وشراء ملابس وغير ذلك، ونشروا لهم صور لائقة ومشرفة، ويعني وأروا أسرهم وأهلهم أن هؤلاء أنهم في أمان. ولكن يعني في النهاية هناك يعني تسوية سياسية، أنا مش من المنطق أن أنا أطلق سراح هذا الذي حامل السلاح اليوم أو غدا. في النهاية هناك عشرات أو يعني آلاف من المعتقلين الذين هم في سجون الحوثي، لكن لا أحد يعرف أين هم، لا أحد يتحدث عنهم، وبعضهم خرج ميتا كما حدث مع صالح البشري الذي عذب حتى يعني حتى مات عقب أن أطلق سراحه من سجنه ورمي به في أحد الشوارع. يعني هذه البشاعة الحقيقية، أن تعذب شخص لديك في سجنك، وليس أن يتم يعني هناك حالات حدثت، قد تكون هناك حالات حدثت في الميدان لانتهاكات أو لتصرفات عشوائية أو لتصرفات يكون وراءها يعني قهر من الناس سقطوا أقاربهم منه، لكن هذه في النهاية تبقى حالات فردية، وأعتقد أنها من الطبيعي أن تحدث في داخل الحروب. لكن أن يتم تركيب صور واختلاق يعني أفعال واختلاق انتهاكات لم تكن موجودة، هذه هي الجريمة بحد ذاتها، كما حدث مع قصة الطفل الذي أظهرتموه في تقريركم وكنا قد تحدثنا عنه منذ الأمس. يعني طمأنت المقاومة لهذا الطفل أثناء إلقاء القبض عليه، كانت رسالة واضحة، لكن مع ذلك تعمدوا تشويهه ونشروا وقالوا هذه الصورة قبل الذبح. يعني كانت بشعة بحقنا نحن كيمنيين أولا، يعني في النهاية لدينا أطفال، كل الناس لديهم أطفال وعائلات يشاهدون مثل هذا الأمر. لا، حينما تظهر مثل هذه الصورة الأخرى التي يتحدث فيها أنه بخير وأنه بتاريخ 13 مارس وما إلى ذلك، هذه ربما تكشف مدى القبح الذي يمكن أن نرتكبه في حق أنفسنا أولا، وفي حق مجتمعنا، وفي حق أهالينا، وفي حق هؤلاء الذين غرر بهم وأرسلوا إلى جبهات القتال. نعم. طب غمدان، يعني إلى الآن لم يتم إثبات أي صورة من تلك الصور، هل يأتي هذا الموضوع ضمن الأسلوب القديم في حرب الشائعات والصورة؟ سيظل الأمر قائما إلى أن يتم التصالح الذاتي بيننا نحن كيمنيين. يعني حين ربما من المؤلم الآن أن يشاهد الناس تلك الصور من الحدود في المملكة العربية السعودية وهم يقومون بتسليم خرائط للألغام، بينما يعيش المدنيون في مأرب وعدن ولحج وتعز وغيرها، يعني يعيشون على يعني على كارثة مختبئة في داخل هذه المناطق من جراء هذا العدد الهائل من الألغام، بعد أن أخرج أيضا عدد مماثل له ربما حتى هذه اللحظة. يعني هذا يعني يدل مدى كم نحن قبيحون في حق أنفسنا أولا. لا. تلك الشعارات التي رفعها الحوثيون تجاه السعودية وغذوا كراهية الناس للسعودية في مرحلة من المراحل، يعني في النهاية وصلوا إلى مرحلة الآن هذا الخطاب. نعم
نعم صحيح. يعني تهدئة طيب. الخطاب ووصلوا إلى مرحلة استقبال المعونات ومرحلة استخراج الألغام معهم، فهذا الأمر مؤلم لنا بالنسبة لنا كيمنيين. يعني ثم تأتي أيضا تتهمني بهذه التهم أنني داعشي، ماذا تقاتلني الآن في تعز؟ ما الذي تريده مني حتى هذه اللحظة طالما أنت أنجزت حربك التي تدعي أن يعني العالم جاء يحاربك بها من خلال قائرات المملكة العربية السعودية أو دول التحالف، ثم تأتي لتتهمني بهذه اللقطات أو تصنع لي فبركات وتخلق أشياء ليست موجودة في أرض الواقع. في النهاية هناك ناس في تعز يريدون تحرير مدينتهم، هناك أخطاء ترتكب، في النهاية هذه حرب والحروب ليست مقدسة ولا توجد حرب نظيفة في الأساس، إذن يجب علينا أن نحتمل أيضا بشاعات قادمة. نعم، طيب غمدا سنتحدث أيضا عن السقوط المهني لدى الكثير من الصحفيين، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى غمدان اليوسفي. غمدان، ونحن نتحدث يعني عن المهنية الصحفية، يعني كونك صحفي ربما يعني اليمن مرت بعام أسود على الصحافة كما وصف، ولكن أيضا ليس فقط من ناحية الاعتقالات للصحفيين وإغلاق الصحف والقنوات وتكميم الأفواه، ولكن أيضا على المستوى المهني لدى من ما زالت تتاح لهم فرصة العمل الصحفي في البلاد، كيف تقيم هذه المرحلة؟ ربما يعني خلال الفترة السابقة، خلال على الأقل العقد الأخير، كان هناك نوع من هذا الشتات والصراع الإعلامي وما يتعلق بمعركة الحريات الإعلامية، ما يتعلق بالقانون الجديد، كل هذه التفاصيل أعتقد أنه نحن الصحفيين يعني عرفنا كثير من التفاصيل فيها، عرفنا بعضنا بعضا، عرفنا كيف يفكر، يعني كيف يفكر زملائنا، وصلنا إلى مرحلة ربما معرفة يعني تفكيرنا واحترام هذا التفكير، وصلنا إلى مرحلة احترام تفكير بعضنا حتى جاءت هذه الحرب التي ربما فرقت هذه اللمة التي كانت في تفكيرنا. أعتقد يعني من خلال الانتخابات التي حدثت لنقابة الصحفيين في 2003 وفي 2009 وما إلى ذلك من تلك المعارك التي ربما نعتز بها نحن كصحفيين، وصلنا إلى مرحلة الصراع الذي لا يجرح، مرحلة الصراع الذي نخرج منه سالمين، لكن وصلنا مع هذه الحرب، ربما هذه أيضا إحدى جرائم الحرب التي تخلفها في نفوس جميع المهن ليس فقط الصحفيين، تحدث عن يعني عن جميع الشرائح، لكن نحن كصحفيين وصلنا إلى مرحلة أن يصل يعني الصحفي يشاهد أمامه صورة تلتقط يعني فلا ينظر في أبعاد هذه الصورة، فلا ينظر في تفاصيل هذه الصورة، في حقيقتها، في مأساة ما سيقوله جراء هذه الصورة أو جراء هذه اللقطة المتحركة أو ما إلى ذلك. يعني أن يتم الآن يعني أن يستدرج الصحفي من قبل السياسي أو 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 القائد العسكري لكي يقوم بتبرير جريمة معينة أو يقوم باختلاق جريمة معينة ليركبها على الطرف الآخر، هذه ربما من الجرائم التي خلفتها هذه الحرب. يعني أن يكون رئيس تحرير بحجم رئيس تحرير صحيفة أذكرها، يعني صحيفة الأولى أو مدير تحرير صحيفة 26 سبتمبر، أن ينجروا إلى هذه المعارك يعني دون أن يكونوا موقنين أو متأكدين من صحة مثل هذه الصور، ربما هذا يعني نوع من السقوط. نعم. الذي أتمنى أن يتم تدارجه، يعني ربما من غير الأخلاقي أن أنجر وراء مثل هذه المعارك التي في الأساس لا تجدي، وفي لا. النهاية أنت تضطر أن تعتذر. يعني إذا لماذا ترتكب يعني خطأ يفترض عليك أن تعتذر عنه غدا إذا أنت لم تكن أساسا متأكد؟ هذه لا. المعارك لا أخل. نعم، يشاركنا هذا الحوار أستاذ غمدان الناشط السياسي هشام قاسم من صنعاء. مساء الخير أستاذ هشام. مساء النور والعافية عليكم جميعا أختي العزيزة. مرحبا بك أستاذ هشام في المساء اليمني، ونتحدث نحن عن حرب الشائعات، هذا الأسلوب القديم الجديد لمواجهة المشروع الجمهوري، كيف تقرأه أنت؟ أولا نبارك لشعبنا اليمني العظيم الانتصارات الكبيرة التي تحققت في تعز، والموضوع اللي طرحتموه اليوم هو موضوع مهم وجوهري وأساسي في تاريخ الشعب اليمني، لنعلم جميعا بأن الإشاعة السياسية أو
تغيير المشهد السياسي في تاريخ اليمن هو غزير باستخدام الإمامة له. الإمامة عبر تاريخها الطويل ذهبت بثلاث طرق باستخدام الإشاعة الكاذبة. اتجاه تاريخي حيث أن الإمامة تذهب إلى وصم خصومها من أبناء اليمن أو الجهات أو القبائل أو الحركات التحرورية التي نشأت ضد نظام الإمامة في اليمن. دائما كانت الإمامة تذهب إلى إطلاق إشاعات كبيرة تسيء لتاريخهم الحافل بالعطاء والبذل بشكل ممنهج، وتذهب بالمثل لطمس أي أدبيات كتبها أولئك اليمنيون توثق جرائم الإمامة. نعلم جميعا بأن كتب الإكليل للهمداني تم حرقها أو حرق معظمها لأنها كانت توثق لمراحل مهمة في تاريخ اليمنيين. الإمامة ذهبت إلى تشويه كل عمل وطني يمني يقوم لاستعادة الهوية اليمنية، وكانت دائما تنجح في مثل هذه الأمور. هذا الطريق التاريخي. الطريق الآخر، الإمامة تذهب في الإشاعة السياسية، تستخدمها أيضا باتجاه الشريحة القبلية التي تقاتل معها تاريخيا، وهي غالبا كانت شريحة جاهلة أو هي جاهلة بشكل عام. الشريحة القبلية كانت في حالة تجهيل دائم، وتذهب بالإشاعة السياسية لتحفيزهم على القتال معها، بأن يعني توصم أعدائها بأنهم قتلة، بأنهم يسحلون، يقتلون الأسرى، يذبحون الأطفال وما إليهم من شاهدوا الآن. المسائل هذه موجودة تاريخيا. الاتجاه الثالث، تذهب إلى شق معسكر الخصم الذي هو اليمني المقاوم. الإشاعة الإمامية كانت تذهب بشكل ممنهج وذكي لشق صف المقاومة اليمنية التاريخية من أن جثم على صدورنا نحن اليمنيين هذا الكابوس الإمامي في القرن الثالث الهجري، وهم يستخدمون هذا الأداء. يجب عليه يعني أداءهم يذهب إلى، يجب أن كل من قاومهم في الشعب اليمني هذا في أي مرحلة من المراحل أن تشوه سمعته وتوصم المرحلة تلك بأنها كانت مرحلة كفر وإلحاد وقتل وسرقة وما إليه. طيب ربما قديما أستاذ هشام كان ينطلي ذلك الأمر على الشعب لعدم توفر المواد التي يستطيع منها معرفة هل هذه شائعة أم حقيقة، ولكن الآن مع عصر التكنولوجيا والوعي المجتمعي هل تعد ذات قيمة وجدوى برأيك؟ اسمحي لي أنا أقول لك، الوضع الآن نعم هناك إمكانية للاقتناص أو للبحث عن الحقيقة، لكن هم أيضا يعني يعملون وفق نفس المستوى. هناك تطور في المعلومة، وهم أيضا يطورون أداءهم في تغييب المعلومة الحقيقة. أنا أعلم علم اليقين بأنه أنت إذا دخلت الآن على مواقع الإلكترونية للصحافة اليمنية الحكومية بعد أن احتلها الإمام الحوثي لن تجدي في مثلا الثورة نت، إذا ما بحثتي في الثورة نت عن أي شيء يخص الهاشمية السياسية ستجدين بأنه قد تم الحذف. هم يشتغلون يوميا على هذا على هذا الموضوع أكثر من أي موضوع آخر. نعم هم يتجهون باتجاه المسألة العسكرية دائما، ولكن فيما يعتقدون بأنه هو الأساس هو المسألة التاريخية والتوثيقية. الآن في هذه اللحظات يتم طمس المسائل الجمهورية من داخل قنواتنا الجمهورية الإعلامية التي تشكلت. ادخلي أنت مواقع الثورة نت، سبأ نت، كل المواقع الحكومية، هناك حذف لمعلومات. هم طبعا لا يعلمون بأن الباحث سيصل للمعلومة الحقيقية، ولكنهم دؤوبون على هذه المسألة ويسعون لتشويه الحقيقة. الآن يتم وصل المقاومة الوطنية، المقاومة اليمنية، المقاومة الجمهورية، المقاومة الحميرية، المقاومة الإنسانية في اليمن بنفس الأداء الذي كانوا يقومون به قبل 1100 سنة، لكن مع الأدوات الحديثة الآن. المسألة المهمة يا أختي الكريمة، هم أنا أرى أن فريقهم أكثر انتظام وأكثر دقة وأكثر يعني هو دؤوب على مسألة التشويه والتحريف بشكل لا تتصوري. لماذا برأيك؟ أنا علم اليقين أنه في أوروبا، لأنهم حريصين، هم يعلمون بأن الشعب اليمني سيهزمهم بعيني أنا، هم يدركون ومؤمنون بأنه منذ 1300 و1100 عام صحيح أنهم يعودون للحكم ويعودون على دماءنا ويعودون بالصراعات التي يخلقونها فيما بيننا نحن أبناء الشعب اليمني، ولكن هم يدركون تماما بأن الشعب اليمني شعب ثوار وشعب قادر على قهر المستحيل، ولطالما هزمناهم، ولكن
هم عميقين عميقين متوسطين. طيب استاذ هشام، نعم استاذ هشام، يقول خبراء التحليل النفسي ان مجرد نفي الشائعه هو اثبات لها، كيف تقرا انت ذلك؟ هل يعني تفكيك الشائعه وتحليلها ايضا يعني يكفي يعني من عوضا عن نفيها؟ كلامك مهم جوهري. شوفي، الجهات الحكومية أو مركز القرار في الجهة العسكرية أو السياسية يجب عليه أن لا ينفي الإشاعة الكاذبة التي تأتي من مطابخ الإمامة، لكن يجب على الإعلام المقاوم والناشطين والمثقفين والصحفيين أن يظهروا الحقيقة. أما الجهة الرسمية فهي أنا أعتقد أنها تدرك عملها فعلا وتتعامل بعقلانية مع هذا الموضوع. نفي الإشاعة من الجهة الرسمية أو من الأطراف المتصارعة هو إثبات، هكذا في علم المخابرات تقول وفي علم السياسة. لكن الجهات المساعدة أو المساندة للجهة السياسية يجب أن تدأب على كشف الحقيقة وتوثيقها، يجب أن نوثق. أنت تعلمين بأن آل حميد الدين في أوروبا وآل الوزير وهم الذين تم طردهم ونفيهم بعد ثورة سبتمبر، تشكلت لهم مجموعة علاقات قوية في المجتمع الأوروبي والغربي، نعم. وهم أصحاب رؤوس مال أصبحوا وأسر تعتبر أمام الرأي الأوروبي بأنها كانت يعني أرباب حكم سابقة. هم الآن يديروا العملية الإعلامية في الوسط الأوروبي والتي تحاول أن تقنع المجتمع الأوروبي والشارع الأوروبي والغربي بأن هناك عملية انتهاكات، بأن المقاومة تنتهك وتقتل وتسفك، وأن الحركة الحوثية الإمامية ليست إلا حركة عدالة اجتماعية وباحثة عن خير للناس. هم يشتغلون في الوسط الذي يعطيهم نتائج إيجابية، بينما للأسف الشديد هناك تكاسل وتخاذل، ولا أدري هل هو عدم فهم أم شيء آخر. يجب الذهاب إلى يعني قبل أسبوعين صدر قرار من الاتحاد الأوروبي هو أشبه إلى الإدانة التاريخية، هم أذكى مننا في هذا الاتجاه. هم أصدروا من الاتحاد الأوروبي قرار بإدانة بيع السلاح للقوات التحالف التي يتم بها ما يقولون قتل الشعب اليمني. نحن لم نذهب إلى الوسط الذي هم يشتغلون فيه. الآن هم يريدون أن يديننا ويجرمون المقاومة العظيمة هذه تاريخيا. نعم وصلت الفكرة أستاذ هشام. نعم يعني يجب أن نعمل في ذلك العمر. نعم شكرا جزيلا لك هشام قاسم الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ غمدان، يعني طرح الأستاذ هشام أن الفئة الأخرى ميليشيا الحوثي فريقها أكثر انتظام وأكثر دأب في مسألة العمل الإعلامي بالذات، وتحدث عن العلاقات الواسعة لديهم مع الدول الأوروبية، استصدار كثير من البيانات ضد ضربات التحالف وتجميل صورة ميليشيا الحوثي، وأن هناك تخاذل وتكاسل من الطرف الآخر، ما رأيك؟ أنا ربما كان عندي وجهة نظر كهذه، لكن ربما حين حضرنا هنا مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف الذي ما زال مستمرا حتى 24 من الشهر الجاري، اكتشفت أننا نعيش على هذا الوهم أيضا، أن لديهم كثير من اللوبيات وأنهم يعملون كثيرا وأن لديهم بيانات وما إلى ذلك من هذه التفاصيل، لكن في النهاية لا نجد لهم أي حضور في هذا المحفل الدولي الكبير سوى وجود محمد المسوري كمحامي عن الرئيس السابق علي عبد الله الصالح. أما غيره فيعني لا يوجد عمل بهذا المنطق الذي يدور، ربما كنا حتى مقتنعين به كإعلاميين، نحن ارتسمت هذه الصورة الكبيرة، يعني ربما خدعنا ببيانين أو ثلاثة بيانات لبعض المنظمات، ربما هي منظمات فاعلة في مجال حقوق الإنسان، لكن هي ليست أساسا صانعة قرار. صناعة القرار تتم في يعني في اللوبيات المتعلقة بمحافل حقوق الإنسان، بمحافل الأمم المتحدة. ربما الحكومة وصلت إلى مرحلة إصدار قرار كبير، ربما من أهم القرارات على مر التاريخ اليمني، الذي هو القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن. لكن أما بقية ما يصدر من هذه البيانات الحقوقية لمنظمات ربما لها علاقات أو ربما يعني حتى تم التغرير بها، هذه ربما ليست مؤثرة بهذه الطريقة التي يدور فيها بها الحال. لديهم قنوات إعلامية كثيرة متواجدة يعني، لكنهم يخافون، لكن يعني هذه إشكالية. كل الفعاليات التي تدور هنا في جنيف مثلا فيما يتعلق بالقضايا في اليمن والبحرين وسوريا وإيران وماذا، وهذه القضايا يعني لو لاحظ الجميع هنا أن أي فعالية تتم
يعلق إعلان هناك أنه ممنوع دخول، يعني ممنوع التصوير وممنوع المشاركة لأي طرف آخر، يخافون من أن يعني تكشفهم حتى بمجرد مداخلة في ندواتهم، فهذا يدل على مدى الضعف النفسي. في النهاية هم جماعة عصابة صغيرة، يعني لا يطلب منهم أن يكونوا مرتبين بهذه الطريقة، لكن يحاولون أن يكونوا أكبر من حجمهم، فلا يتاح لهم، يعني يخافون من أن تواجههم بكلمة أو يعني بتصحيح. يعني أعتقد أن الكلام حتى يعني لم يعد بهذه القوة أو بهذه الصورة التي كانت لدينا. طيب أستاذ غمدان، برأيك هل يستغل صاحب الإشاعة جهل الفئة التي يخاطبها؟ هذه مهمة فعلا. حين تحدث يعني الأخ قبلي هنا تحدث عن مسألة أن يعني علوم المخابرات وما إلى ذلك من هذه التفاصيل، وأن نفي النفي هو يعني نفي الإشاعة هو تأكيد لها، أعتقد أنه ربما يتغير من 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 مجتمع إلى آخر. هناك مجتمع تؤثر فيه هذه الصورة التي نشرت، فبالتالي يعني كما رأى يعني هذا يعني كما رأى المتحدث قبلي وقال أنه يعني قيادة المقاومة ليس من مهمتها، وأنا أؤكد على هذا الكلام، ليس من مهمتها، لكن هناك يعني ناشطين وصحفيين وما إلى ذلك هم الذين يقومون بأداء هذا الدور، لأنه السكوت عليه أيضا إشكالية كبيرة، لأنه السكوت أيضا تأكيد على مثل هذه الحالات، فأن تخرج بصورة مثل التي خرج بها هذا الطفل من عمران يؤكد مدى أنه يعني لدى أيدي أمينة، أيدي محترمة أمسكت به ووضعته في مكان لائق وألبسته لباس لائق وظهر بهذه الصورة. هذه الصورة أيضا يعني تشعر الناس كم أننا يمنيون، يعني هذه الحقيقة التي يجب أن لا نتغاضى عنها أولا وأخيرا، يعني لا أحد متوحش إلا من أراد من أوصلنا إلى هذه المرحلة التي أراد لنا أن نكون متوحشين، أراد لنا أن نكون يعني أن نعيش الحرب يعني كحرب مستدامة، وفي الأخير يعني ستتوقف الحرب. نعم. طيب رأيك أستاذ غمدان، هل تستطيع الصحافة الاستقصائية أن تفكك مثل هذه الشائعات؟ الصحافة الاستقصائية أعتقد أنها من الصعب أن تعمل في ظل الحروب. الصحافة الاستقصائية تأتي في مراحل ما بعد الحروب، في أوساط الحروب تكون دائما الغلبة للصحافة الإخبارية، للصحافة الإنسانية التقريرية ما إلى ذلك من التغطية، لكن في مرحلة ما يعني بعد أن تخمد هذه الحرب أو تلك، يعني يأتي الدور للنبش، ماذا خلفت هذه الحرب؟ هنا تكون يعني هنا الصورة ستكون يظهر الصورة الحقيقية كبيرة على عاتق الحقوقيين والصحفيين وغيرهم. ربما نتمنى أن تتوقف هذه الحرب سريعا، لأننا أعتقد أننا ندرك الآن حجم ماذا خلفت، لكن أيضا مع تلك التحقيقات أعتقد أننا سنكتشف مآسي لا أحد يعني لها أول وليس لها آخر. نعم، إذن أستاذ غمدان اليوسفي الصحفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من جنيف، ويعني الشكر أيضا للضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، هشام قاسم الناشط السياسي من صنعاء، وأيضا محمد النقيب القيادي في المقاومة من تعز. ووجه حديثي لكل الناس، يعني حين يصلك خبر أو صورة عليك أن تتحقق أولا من مدى مصداقية هذه الصورة، لا تأخذك العاطفة حيال ما تقدمه هذه الصورة أو الفيديو المصاحب، حتى لا نتهم الناس باطلا، وحتى أيضا لا نزيد من شقاق المجتمع أكثر ومن تكريس صورة سيئة عن هذا المجتمع. شكرا جزيلا لكم أعزائنا المشاهدين، نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.